اوكي الفيديو 10، فاذا عم اقطعهم شوي لحتى اللي بالابلود ما يكون عندنا مشكله. فاذا هلا انا بدي احاول اني فرجيكم اهميه الايزومورفيزم، شو يعني اثنين اوردرز بيتطابقوا مع بعضهم ولو بتسميات مختلفه. رح اعرف 2-5 definition. Let E less than or equal be an ordered set. منقول عن less than or equal is a well ordered if and only if any finite subset F of E has a smallest element. يعني شو بكون عم بقصد؟ يعني there exists A in F such that A أصغر أو بتساوي X for all X بF. منقول عن less than or equal is a well order. يعني بقول أكثر من هيك E less than or equal is well ordered. هلأ مش من السابق الأوان، لأنه لعل من القضايا الانتويتيف اللي أنتوا بتعرفوها أنه الـ N endowed with the usual order is a kind of well ordered set. هذه الان اللي انتم بتعرفوها، اي مجموعه من الاعداد الصحيحه بتاخذون على طول في واحد فيهم هو اصغر عدد. نعم اذا بتاخذ انت مجموعه، هون انا قلت finite، انا اسف، any non empty subset f من ايه، مش شرط انها تكون finite او مش finite، شو ما كانت هالسبست على طول عندها حفي دنيا. وبالتالي بالان اذا بتاخد اي سبست من الان بما في ذلك الان نفسها، طبعا رح ناخد، رح يكون عندنا حكي مفصل عن الان، لكن اقله هلا بالانتويشن تبعنا بتصورنا للان، نحن بنؤمن بانه حيلا سبست من الان على طول عندها smallest element، اي مجموعه من الاعداد بتاخدها الصحيحه. مش شرط انه يكون في واحد فيهم هو اكبر واحد، بس على طول في واحد هو اصغر واحد. اوكي هلا من الاكسرسايزز الشيقه او يعني اللي بنقدر من خلالها نقشع هال بروبوزيشن 2-6 بروبوزيشن، بيقول لنا let f و g من e less than or equal f less than or equal B two isomorphism then if f less than or equal is if e less than or equal and f less than or equal are well ordered then f بتساوي g. يعني اذا انا حطيت two isomorphisms بيطلعوا هودي two isomorphisms هني ذاتهم، ما في طريقتين لايجاد تطابق بين اثنين well ordered set، في طريقه واحده للتطابق اذا في او ما في. اوكي هذه الفكره اللي شوي هي خطوه لقدام لفهم كيف بتتعامل المرايا، خليني اسميها وقت اللي بحكي عن مابينج. دائما تخيلوا واحد واقف قدام المرايه، في طريقه واحده بنوقف فيها قدام المرايه. انا اليوم لما بدي اتمشط قدام المرايه ما بيجي بوقف على ايدي مثلا، او بعمل اكروبات او ما بعرف شو، في طريقه واحده للتعامل. نفس الشيء اذا بحط
ordered set to ordered set في طريقة واحدة لحتالي طابقهم على بعضهم. لنشوف هذه الفكرة بوضوح أكثر، رح أعطيكم مثال الآن نفسها. الآن نفسها أنتم بتعرفوا أنه في الـ already أي ordered set، يعني إذا بأخذ الidentical mapping من n less than or equal ل n less than or equal، حتما الidentical mapping هي isomorphic، ها هي an isomorphism، لأنه هي bijective، وأكيد إذا x أصغر أو بتساوي y، if n or if x أصغر أو بتساوي y. هلا رح آخذ طريقة تانية لإيجاد تطابق بين n وحالة، رح آخذ let f من n ل n be an isomorphism. إذا البروبوزيشن اللي أنا حطيته صحيح وهو كذلك صحيح، شو لازم يطلع هون كنتيجة؟ إذا الـ F هي isomorphism و already الـ identical mapping هي isomorphism، then F of X بتساوي X for all X belongs to N. أوكي، خلينا أنا وياكم نعمل هالفكرة هذه على شكل exercise، نتدرب على أنه ايه مزبوط المفاهيم الصغيرة والواضحة والمهضومة، ها فيني لما بحطها بشكل متناسق تعطيني المزيد من الأفكار اللي ما كنت أعرفها. مثلا هوني مين كان يقول انه إذا والله الأعداد الصحيحة، إذا بياخد mapping which is bijective which is increasing، أو بالأحرى أكثر من هيك، X أصغر من Y، عددين X أصغر أو بيساوي Y، معناتها F of X أصغر من F of y، معناتها حتما الاف لازم تكون هي الايدنتيكال مابينج. في اكثر من طريقه للبرهان على هذا الشيء، واتمنى اتمنى اتمنى عليكم انه هلا انتم عم تسمعوني تطفوا الفيديو وتروحوا تقعدوا. ما هلا يمكن تقولوا لي معش عم نسمعك لانه طفينا الفيديو، تطفوا الفيديو بعد ما تسمعوا حكياتي هودي وتقعدوا تشتغلوا بهالاكسرسايز، تشوفوا حالكم قديش عندكم القدرة على أنه تبرهنوا. رح تلاحظوا أنه كتار فيكم رح يعتمدوا طرق ربما بدها شوية معونة من الأستاذ، بس هي على الأقل بتمثل طريقة صحيحة سليمة بالانتقال بطريقة التفكير. نحن رح نيجي هلأ أنا وياكم بعد ما أكيد غبتوا ورجعتوا فكرتوا ورجعتوا، مش يعني والله لا قلنا للأستاذ أنت برهننا ونحنا بس منتفرج عليك. أوكي، رح نجي نبرهن. منقول suppose، فإذا solution suppose to the contrary that، رح نفترض suppose to the contrary that there exists some x بأن such that f of x different from x. يعني إذا هالكلام مش مزبوط فإذا بيكون عندي هيك، رح نيجي ناخد let a بتساوي all the x in n such that f of x different from x. عندي ال a different from phi، وين ال a يا جماعة؟ بأن يلي هي well ordered set. اذا ال a حتى لو انتو انا انسوا ال well ordered، اذا انا قلت لكم هلا a subset من n، معناتها على اكيد في واحد اسمه اصغر واحد بال a، متفقين؟ انت بس تقعد بان لو مهما اجيت بدك تتمدد بتقدر تتمدد لفوق لقدام للكتار، بس لتحت في عندك الزيرو محاصرك، وبالتالي على طول في عندك عدد هو العدد الأصغر. أوكي، بما أنه A subset من N هو non-empty، then A contains a smallest element، رح نسميه A لنفترض. أوكي، A وين الـ A؟ ما تنسوا أنه الـ A بقلب الـ A. رح نبلش هلأ برهاننا انطلاقا من هذه المعلومة انه A وين؟ A بقلب الـ A. اوكي،
راح نمحي هودي لانه ما عادش لهم لازمه، صاروا موجودين عندكم. وراح نقول A بقلب ال A، هذا يعني انه F of A different from A. عددين، هودي العددين ال F of A وال A وين؟ بأن وديفرنت، يعني في عندي احتمالين، او A اصغر strictly من F of A، او ال F of A اصغر strictly من A. فاذا we have two cases. اول كيس انه والله يا ابو الاحباب F of A اصغر strictly من A، وتاني حالة A اصغر strictly من F of A. بالحالتين انا رح برهن انه في عندي contradiction، واذا برهنت انه في عندي contradiction بيكون هذا contradiction اجا من الافتراض انه هذه different from phi، انه والله في ناس ال F of X ما بتساوي X. اوكي، رح ناخد اول حالة. من وجهة نظركم طلعوا شوي، لما في ناس بيقولوا انه الرياضيات اف شو بده تفكير واف، لا مش اف، بالعكس ممتع جدا التفكير ومنطقي وحلو. ال F of A اصغر strictly من A بيعني لي انه F of A هالعدد مش موجود ب A. ليش؟ لانه هذا ال A، ما تنسوا قبل شوي ان انا عرفتها انه هي smallest element ب A بصفكن. هلا اصغر واحد قديش عمره يا خيي؟ بدي افترض 16 سنة. اذا انا شفت واحد عمره 10 سنين 9 سنين 8 سنين اوكي ماشي بالشارع، في داعي روح فتش له جيابه اذا معه بطاقة ولحتى لي اعرف اذا هو بصفكم ولا لا؟ لا، مجرد بقى اللي عمره 10 سنين فهو اصغر من اصغر واحد عنا بالصف اللي هو 16 سنة مثلا، فاذا مستحيل يكون بالصف. F of A اصغر strictly من A معناتها انا مني ب A. طيب انا مني ب A، مين هن ال A؟ هن ال X اللي يلي ال F of X different from X، معناتها F ل F of A مش different from، بتساوي F of A، بتساوي F of A. فهمتوا علي ليش؟ يعني هذه سموها U مثلا، ها؟ F of U بتساوي يو. ليش عم تقول يا استاذنا انه F of U بتساوي يو؟ لانه ال F of A هذا اليو برات ال A اللي انا حاطط فيها الناس ال X اللي F of X different from X، فهذا برا معناتها صورته بتساوي. اوكي، طيب شو المشكلة انها تكون صورته بتساوي؟ المشكلة هي انه انا عندي F of A اصغر من A لانه الاف ايزومورفيزم بيعطيني انه اف اوف اف اوف اي اصغر ستريكتلي من اف اوف اي. ليه؟ لانه اف از ان ايزومورفيزم. فاذا ان ذا اذر هاند اف اوف اي اصغر معناتها اصغر لانه اف ايزومورفيزم. طب صارت بتساوي وصارت اصغر ستريكتلي، اي كونتراديكشن. فاذا ال1 بنحط اكس عليها، ما عادش تنفعنا لانه وصلتني لكونتراديكشن. بس ما نفرح كثير او ما تفرح ال2 كثير لانه ال2 كمان عندها نفس المشكله. فاذا 2 عندي a اصغر strictly من f of a. طيب ال a هي عدد بn وال f هي من n لان ال a هون وال a هون، بما انه الاف بايجكتيف فاذا في عندي بي such that f of b بتساوي a، متفق انا وياكم. فاذا عندي there exists، فاذا since f is bijective then there exists b in n such that f of b بتساوي a. طيب شو عندي انا هلا؟ عندي A رح انطلق من هون أصغر من F of A، معناتها ال A هي F of B أصغر من F of A. تذكروا قبل شوية الخصائص تبع الايزومورفيزم، معناتها B أصغر من A، معناتها انه B منا ب A.
اتفقت انا وياكم؟ البي منا بي اي، شو يعني انا مني بي اي؟ مين بيقول لي؟ يعني اف اوف بي بتساوي بي. طيب شو المشكله انها تساوي بي؟ المشكله يا ابو الحبايب انه الاف اوف بي هي اي، وبالتالي لما بتكون الاي بتساوي بي، وهذا بيعني انه اف اوف اي بتساوي اف اوف بي اللي هي اي، معناتها اف اوف اي بتساوي اي. بس انا شو قايل لي بالكيس 2؟ قايل لي اف اوف اي اصغر ستريكتلي من اي، سوري، قايل لي اي اصغر ستريكتلي من اف اوف اي، فاذا كونترا ديكشن، فاذا التو كمان بحط عليها اكس، وبالتالي وصلت لكونترا ديكشن. اذا انا بكون استنتجت هلا، سو بجي بحط نقطة، ها؟ بقول له على جنب، سو اف اوف اكس بتساوي اكس فور اول اكس بان، او الاف هي الايدنتيكال مابينج لان. اوكي، فاذا بوضوح نقدر نسلم انه لا، هذه الخصائص لما نفهمها بشكل جيد فيني افهم المزيد من الخصائص اللي ما كنت بتوقعها. والله الاعداد الصحيحه ايه منظمين ورا بعضهم بشكل انه ما فيني ارتبهم بهالانكريزينج فورم الا بهذه الطريقه. اوكي.